سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. نشوف معكم العروض العائلية في محلات عسل وعافية، وهم يتميزون صراحة بالباكيجات هذه، لأنهم يعطونك باكيج متنوع من جميع أنواع العسل. شوف أول عرض اللي هو 6 أنواع من العسل البلدي، كل نوع ربع كيلو. تتميز الأنواع هذه بارتفاع الأنزيمات العلاجية فيها. السعر بدأ 600 ريال 500 ريال. وهنا عندنا 6 أنواع من العسل الأوروبي، واللي يتميزون عسل وعافية باسترادة تحت إشراف خبير عسل أبليث عبد الله الشريف. 6 أنواع 260 ريال سابقا، الآن سعرها 200 ريال فقط. أوكي، هنا دمج ما بين 3 أنواع من العسل الأوروبي و3 أنواع من العسل البلدي، بدأ 390 320 ريال فقط. هذا الباكج رهيب جدا، في 4 انواع عسل: عسل حبة السوداء، عسل زهور، عسل جبل، عسل برسيم، بالاضافة الى لتر زيت زيتون عصر اولى، بسعر 220 ريال فقط بعد الخصم. وهذا نفس العرض اللي قبل شوي لكن احجام صغيرة، 4 انواع عسل مع زيت زيتون بسعر 80 ريال فقط. ومن كازاخستان هذا عسل شمع الزهور الكازاخستاني، العلبة هذه 600 جرام بسعر 75 ريال. زي ما قلت لكم عسل وعافية يستوردون يعني مجموعة من العسال من أوروبا. حبيبنا اشرح لي مجموعة العسال عندك. والله عندنا هنا ركن الأوروبيات، تمام، عندنا في عسال كثيره زي التوت وزي زفون والاكاسيا واللفت والكزبره والشوكه والغابه السوداء والصنوبر والغابات والكستنه، انواع من سلوفينيا وبلغاريا وروسيا، انواع اوروبيه بشكل عام. وهنا سعد عندنا انواع الركن البلديات، تمام، عسال كلها سعوديه، عندنا 8 انواع من حائل والباحه والطائف وبيشه، عندنا انواع 8 انواع سعوديه. مثل ايش الانواع الثمانيه؟ وعندنا شوكه وعندنا طلح وعندنا سمر وعندنا سدر وعندنا صيفي وعندنا اثل وعندنا قتاده وعندنا ضهيان. وهذا غذاء الملكات. وهذا غذاء ملكات بلغاري ان شاء الله، متوفر من بلغاريا، من بلغاريا متوفر. أوكي. في عسل وعافية ان شاء الله فقط. اوكي، من المنتجات المتوفره بعد في عسل وعافية اللي هو سمن البقر، سمن الغنم، الزعفران حجم كبير وحجم صغير. تعطينا الأسعار محمد؟ هنا الأسعار طبعاً البقر ب 150، الغنم ب 150 كبير الكيلو، أيوة الكيلو 150، الكيلو 150. هنا نص الغنم ب 100 ريال، هنا طبعاً زعفران حجم كبير 8 جرام ب 200 ريال، هنا 3 جرام ب 75 ريال. أوكي، أنا بحط الأسعار في السناب الجاية، أسوي لها كابشن اللي حاب يتعرف يحتضن الصورة. هنا طبعا زيت زيتون عندي فلسطيني عصر اولى مطري، طبعا الحجم الكبير ده 3 لتر 180 ريال، في عندنا لتر بعدين ب 60 ريال، بعد كده النص لتر ب 30 ريال، بعدين الربع لتر اصغر ضروره ب 20 ريال. ده العقبر الخام والسائل، ده مضاد حيوي طبيعي لاي شيء لحضرتك في جسمك. هذا سائل وفي خام. سائل وفي خام منه زي ما بيجي من الخليج. اوكي.
كذا شفنا عروض عسل وعافية، والله يعطيكم العافية. موقعهم الدمام حي غرناطة مقابل أسواق بن عفيف. بحط لكم انستغرامهم في السناب الجاية. أبو ليثي دائما يحط معلومات مفيدة جدا، منها فائدة العسل على الريق. بحط انستغرامهم وارفعوا الشاشة واستفيدوا.